بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف على البرينت. امر برينت موجود جوه قائمه فايل. بقدر ان انا من قائمه فايل بلاقي الاوامر الخاصه ببرينت: بيج سيت اب، برينت سيت اب، برينت بريفيو، وبرينت. ونفس الاوامر دي موجوده في التول بارز، هنلاقي برينت، برينت بريفيو، بيج سيت اب، برينت سيت اب. برينت ده اللي هيطلع على الدايلوج بوكس بتاع البرينتر. اختار البرينتر وابدا اطبع. برينت بريفيو هيطلع لي شاشة المعاينة، والبرينت سيت اب هيطلع الكونفيجريشن بتاع البرينتنج. اختار البرينتر والبيبر سايز ايه، وهل عايزه بورتريت ولا لاي اوت ولا لاندسكيب. فاضل عندنا البيج سيت اب، وهي تقريبا اللي فيها معظم الكلام. البيج سيت اب لما بضغط عليها بيطلع لي الدايلوج بوكس ده، والدايلوج بوكس ده اقدر اوصل له برضو اثناء عملية المعاينة. فخلينا هنفتح المعاينة، هقول له برينت بريفيو، وهلاقي الزرار ده بيجيب لي البيج سيت اب. اضغط على بيج سيت اب، وهلاقي في الاول خالص متقسم لخمسة تاب بوتونز: البيج، مارجن هوامش، الهيدر، الفوتر، الاوبشنز. البيج بيسالني عايزها بورتريت ولا لاندسكيب. بورتريت طبعا معروف انها بالطول، ولاندسكيب بالعرض. ادجاست تو ده عشان يعمل عمليه سكيلينج 100% من نورمال سايز، يعني يطبع سكيل 1 تو 1، ولا عايز تعمل ادجستمنت فيت تو. وفي التو هيسألني عايزها كام صفحة بالعرض، كذا بيجز وايد، وكذا صفحة في الارتفاع، كذا بيج تول، عايزها كام في كام. او في التايم سكيل تو 1 بيج وايد، خليها لي 1 بيج وايد، واحد صفحة واحدة بالعرض. طبعا لشكل اختيار لاندسكيب مع 1 بيج وايد بيدي اداء كويس. طيب هنظبط دلوقتي اللي اوت طبعا، لان شكله ايه مزدحم جدا من خلال التابس اللي جاي. طيب نكمل بقيه التاب بوتون بتاع البيج. بيقول لي البيبر سايز، وهو مختار A4 لو انا عايز اغير، ويعطيني المواصفات بتاعت A4 طبعا بالانش. نيجي بعد كده للتاب التاني مارجن، بيقول لي نص بوصه من فوق ومن كل الجهات، اعطيني نص بوصه بحيث ان انا لو عايز ان انا اغيرها. الهيدر والفوتر خلينا نأجلهم للآخر. ناخد الأول الأوبشن. الأوبشن بيسألني في الأول أنت عايز التايم سكيل يبدأ من إمتى لإمتى، وأقدر إن أنا أختار هنا تاريخ، أقول له كاستم ديت معين، وأختار مثلا من 1 يوليو، وتايم سكيل فينش وأقول له كاستم ديت، ممكن أختار مثلا 1 يناير، أو إن أنا أختار احد الرموز اللي موجودة: بداية المشروع، المبكرة، نهاية المشروع. دي latest project finish، لكن دي earliest data date، current date، current week، current month. ممكن ان انا اختار زي ما كان في الاول نفس الاختيار، اخد اخر نهاية latest project finish. سوري بقى مش هنا، هنا start، هنا latest finish بلس 2 مانث، وهنا مثلا بروجكت ستارت ماينس 1 مانث. طيب هو طبعا طالع التايم سكيل اللي انا حددته، بس طالع في مكان صغير قوي نتيجة ان الاعمدة واخدة مساحة كبيرة. طيب هل انا عايز كل الاعمدة ولا بس الاعمدة اللي كانت ظاهرة؟ بمعنى ايه، قبل ما اعمل برينت بريفيو كان في اعمدة مثلا هنا انا هي اللي دي اللي مطلعها، وجيت بالبار ده وبدأت اتحرك واقول له كل ده انا مش عايزه، انا عايز لغاية البيرسنت كومبليت تايم، او حتى لغاية الاكتيفيتي بيرسنت كومبليت بس لغاية هنا، وجيت عملت برينت بريفيو. هاجي هنا في الاوبشن او في البيج سيت اب، واخر تاب بوتون اللي هو الاوبشن، اعلم على اكتيفيتي تيبل عشان يجيلي الجدول.
لكن هشيل العلامة من على all columns، لا انا مش عايز كل الاعمدة اللي ظهر، انا عايز بس اللي انا اظهرته من شوية. هقول له اوكي، هلاقي ان فعلا طلع لغاية الاكتيفيتي بيرسنت كومبليت، وبقية المساحة عطاها لي للبار تشارت، بحيث ان هو ياخد بقى التايم سكيل اللي احنا قلنا عليه من اول بداية المشروع وقبلها بشهر لغاية نهاية المشروع وبعديها بشهرين وهكذا. طيب نرجع تاني للبيج سيت اب. بقية الكلام في الاوبشن في عندي حاجات مش متعلم عليها بسبب ان هي مش ظاهرة. طيب خلينا نظهرها بالمرة. الجزء اللي تحت دي شاشة الديتيلز، وكنا قبل كده عرفنا ان احنا ممكن نظهر فيها الاكتيفيتي يوزج سبريد شيت او اكتيفيتي يوزج بروفايل. طيب البروفايل ده كنا قلنا ان انا ممكن اختاره لي سيلكتد اكتيفيتيز او لاول، خلينا نختاره لاول، وهو مطلع اكشوال وبلاند وايرند. ممكن كمان ان انا اعدل فيه زي ما اتعرفنا على الموضوع ده قبل كده، واطلع الاستيميت ات كومبليشن. لو عايز احط الريميننج كمان، وممكن اخليه اكسبنسز بس او احد الريسورسز، او ممكن اقول له التوتال، وهنا كوست ويونتس. اتعرفنا على الدايلوج بوكس ده قبل كده، هنقول له اوكي. او مطلع كده الموف ده اللي هو الاستيميت ات كومبليشن، والاكشوال اللي هو الاخضر الفاتح ده طبعا بيبقى واقف لغايه الداتا ديت، والبلاند اللي هو الاخضر الغامق، والاحمر اللي هو الايرند طبعا ماشي هنا منطبق، وقلنا الموف ده اللي هو الاستيميت ات كومبليشن، والازرق الجزء الريميننج. طيب وقلنا برضو ان احنا هنبقى ماشيين على المحور اللي على اليمين عشان هو ده اللي خاص بالكوميوليتيف. طيب هنا انا مطلع البروفايل، هروح بقى للبرنت بريفيو، وهاجي للاوبشن اللي كنا واقفين عندها من شويه، هلاقي البروفايل بدا ان هو يظهر معايا، اختار واقول له اوكي. طيب لسه ما بانش ليه؟ لانه في صفحه تحت. هبدا اروح هنا وانزل، دي الصفحه الاولى، دي الثانيه، دي الثالثه، باين فيها البروفايل. طيب لو انا مش عاجبني الشكل ده، البروفايل في نص الصفحة ونص الصفحة التاني فاضي، خلاص ممكن نتبع البروفايل لوحده والتايم سكادجول لوحده. ازاي؟ وانا بعمل برنت بريفيو، هاجي عند البيج سيت اب واختار الاوبشن واقول له شيل كل حاجة الا البروفايل، واقول له اوكي. الاقي البروفايل واخد الصفحة كلها، فهطبعهم على مرتين. طيب فرضا ان كان في سبريد شيت، وهاجي اقول له برنت بريفيو، وخلينا نروح للبيج سيت اب ومنها اوبشنز، الاقي سبريد شيت نورت دلوقتي، ممكن ان انا اختارها واقول له اوكي. كانوت فيت وان بيج، فانا ممكن ايه اقول له في البيج سيت اب لانه مش قادر يعملها في one page، فهقول له خلاص fit to مثلا 3 بيج وايد، واشوف كده السكيل اخباره ايه معايا. طبعا عشان انتقل للصفحه اللي على اليمين هدوس هنا. طيب هو عملها في 2، وعشان انتقل لتحت بدوس كده. ممكن الغي الكلام ده وارجع للاكتيفيتي تيبل. طيب في الاكتيفيتي تيبل عايز الاول كولومز ولا لا؟ هقول له لا. جريد لاينز ماشي، الجانت شارت، البار شارت، السبريد شيت هنشيلها. ونرجع تاني الفيت 1. طيب كده صفحتين اهي. باقي عندنا الجزء بتاع الهيدر والفوتر. هاجي عند الهيدر هلاقيه بيديني امكانيه في الاول ان انا اعمل ديفايد لاكتر من سيكشن، ممكن واحد، ممكن اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. السيكشنز دي بيديني ان انا اقسمها او اكتب فيها الحاجة اللي انا عايزها. خلينا نقول له مثلا في البداية تلاتة. الجزء ده لو انا بدأت اتحرك بيه هيقلل السايز بتاعها،
بقت 28%، 25 وهكذا. ممكن أخلي دي 25 هي كمان، فيتبقى 50 لسكشن 3، أو إن أنا أرجعهم تاني زي ما كانوا. لما بعلم هنا يبقى انا كده شغال في السكشن الاولاني، لما بعلم هنا شغال في التاني، لما بعلم هنا بقى شغال في التالت. في اختيارات بيديها لي، عايز ايه؟ عايز نون مفيش حاجة خالص، ولا الليجند بتاع الجانت شارت اللي بيوضح الالوان بتاعت الجانت شارت، ولا عايز بيكتشر معينة، ولا ريفيجن بوكس جدول مراجعة، ولا تكست او لوجو. خلينا نجربهم واحدة واحدة كده، أو نوزعهم مثلا. خلينا ناخد 5 سيكشن ونوزعهم، ممكن تبقى فكرة كويسة. هنا picture، revision books، text أو logo. في الأولانية جانت شارت ليجند، فهو مش هيديني أي إمكانية للتعديل إلا الفونت، إن أنا أتحكم في الفونتس. السكشن الثاني بيكتشر، هيقول لي فين البيكتشر دي، سيلكت فايل نيم، ممكن ان انا اضغط هنا واحاول اوصل للبيكتشر اللي يكون دي مثلا. الريفيجن بوكس باجي اقول ديت، واختار مثلا ديت معين الريفيجن، واكتب اللي انا عايزه، وشيكت مين اللي عمل تشيك ومين اللي عمل ابروف، اكتب الاسماء وهكذا. ممكن ادوس اد عشان ازود اسطر زيادة، او اعمل ديليت عشان امسح الاسطر. الجزء بتاع التكست واللوجو اللي هو السكشن الاخير، ممكن اعمل موديفاي وابدأ ان انا اقاد تكست، ولو دوست هنا هيجيب لي بيكتشر، لو دوست هنا لينك، لو دوست هنا تيبل، يعني يعتبر اديتور كويس شوية. طيب لو قلت له اوكي وبدأت اشوف البريفيو، هلاقي هنا هو الجزء الاولاني. سوري احنا كنا في الهيدر، كنا في الهيدر. ادي الجزء الاولاني اهو اللي كان البارز، والجزء التاني الصورة، والجزء التالت جدول المراجعة، والجزء الرابع اللي سيبناه فاضي اللي كان بتاع الموديفاي. طبعا لا شك ان هو ايه، مش حاجة كويسة ان انا احط في الهيدر الكلام ده، بس احنا بناخده كاكزامبل. طيب خلينا نشوف الفوتر برضو. فوتر هلاقي عندي هنا نفس الاختيارات، جانت شارت، بيكتشر، ريفيجن بوكس، تكست، لوجو، فهينطبق عليه نفس الكلام. هنا برضو الجزء بتاع الفوتر او الهيدر بيقول لي انكلود اون اول بيجز، في كل الصفحات، ولا الفيرست، ولا اللاست، ولا بيج، والهايت بتاعه يبقى قد ايه لو انا عايز ان انا اكبر شويه الجزء بتاع الفوتر او الهيدر. وبكده يبقى اتعرفنا على موضوع البرنت.